ويسعد لي مساكم، حياكم الله وسهلا ومرحبا. طبعا لا حد يسألني القساسي ليش ما تصور الصباح، يمكن لمدة 5 شهور 6 شهور لا حد يسألني ليش ما تصور الصباح من الساعة 3 إلى الليل. وإذا تريدوا تعرفوا السبب تعالوا عبري بس أسبوع، ما أسبوع، يوم، بتعرفوا ليش الصباح ما نصور. يقول لك بعد جاية موجة حارة، لا اليوم الأرصاد يقول لك جاية موجة حارة، وهذا اللي عندنا الحمد لله. على كل حال يوم الواحد ما عنده شغل لا عنده شيء يجلس في بيته، اي والله يضرب هنا في الراس، يضرب في الراس هنا، يدوخ يطبخ. الله لا زادنا بعدنا، احنا عاد نبون هو ما برابر. الله يعطيكم العافية ومساكم ورد ان شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا اللي يسألوا وينكم يا القساسي وعبد الله وعمرو، وين أعمالكم؟ وإن شاء الله بإذن الله تعالى في أعمال قادمة إن شاء الله. جلسنا مع الشباب جلسة حلوة، وإن شاء الله كم حلقة كده بنشتغل عليهم وصوبكم إلى الطريق. راجعين إن شاء الله، راجعين وبقوة رغم كل الصعاب. طبعا اللي تشوفون تو أعمال اجتهادات شخصية، لا حد في يوم من الأيام يفكر إنه والله إنه الفريق في دعم أو غيره أو شيء. أعمال اللي نسويهن كإعلانات نطلع منهن كذا مبلغ للأشياء اللي نحتاج لها للتصوير، أما سلامتك خصلي ديك ماشي ماشي البر. أنا بخبركم سالفة الدعم اللي هي بعض الشركات لما تروح لهم عشان دعم لفريق معين أو موهبة معينة، أخبركم كيف الطريقة. طبعا بيروح عادل وعبد الله وعمرو إلى أحد الشركات ويقولوا لهم إن إحنا والله نريد دعم وكذا لأعمال والكاميرات والأشياء. فطبعا هناك عادل المدير لما يكلمك، لا والله يشوفوا إخواني أمانة أنتوا اليوم جالسين تقدموا أعمال جميلة للمجتمع، ولو الود ودي أمانة أني أكون من الداعمين لكم، لكن مثل ما تعرفوا أنه شوية الأمور المالية، ولو كانت الأمور المالية زينة والله ما أقدر أني أرجعكم يعني، لكن تعرفوا تشوفنا كلنا ماسكين تيشو ونصيح معه لا إله إلا الله والخسائر اللي تصير عندنا. فإن شاء الله بإذن الله قادم الوقت بنطلع. طبعا احنا اي بنطلع، عبد الله وعمر وعادل بيطلعوا مساكين والدموع هنا ماسكات. خرجنا احنا جت اللي هي وشعرتين هنا بالغلط، ما اعرف نازلات متعمده او انه الهواء صاير هواء برا ونزلن هنا شويه ودخلت. السلام عليكم استاذي، والله عندنا شويه اعمال ونريد دعمكم. والله بالعكس انا على فكره انا من المتابعين مالك، وقلت معقوله هذه الجماعه ما احتاجوا لنا؟ بالعكس هذا يشرفنا، وهذا الشيء امانه نعتبره احنا فخر للشركه انكم تكونوا من ضمن اعمالنا، وان شاء الله مستعدين ان نوقع على العقد. وين القلم؟ القلم وين القلم؟ ماشي تشوفه ماشي هنا يحمر وخدود. ايه مالك، لكن ما ألومك تحط صور عشان ما ألومه أمانة، هذا المدير ما ألومه. نحن تخلى صورة عادل وعبد الله وعمرو في الشارع، لا تخلى صورة اللي في بالي. ها تخطفوا شباب تشوفوا صرت لكم يا كذا، ها ولا تخطفوا تشوفوا عادل وعبد الله وعمرو. شوفوا احنا مو فوائدنا اذا خلوا صورنا احنا الثلاثة على الشارع، هذا بعده في أجر. أول ما تشوفونا بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله رب العظيم لا إله إلا الله، هذا وحده أجر. بدل ما تأخذ ذنب، إي والله بدل ما تخطفوا يا الله ها هذا سيئة، لكن لما تخطفوا تشوفوا وجوهنا بثلاثتنا بسم الله لا إله إلا الله، هذه وحدة حسنة. فأنا أقول هذه وحدها، هذا الشيء الوحيد اللي هنكون احنا فيه زينين، فلايحة على الشارع ولا غيره في إعلام ولا غيره ماشي. المال ليس هو من يقلب الراحة لقلبك، إنما الأخلاق والاحترام وحب الناس هو من يقلب
يجعلك سعيدا، أما الفلوس ستجلب لك الضيق وعدم النوم والأرق. من أقوال محاضر راتبه 4800.